شارقة الثقافة نشعل قناديل المحبة لكم أصدقاؤنا، نقدم لكم أحلى تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من نحن معكم أصدقاء، نجتذب الموهوبين منكم، غايتنا إبراز إبداعاتهم، تشجيعهم، تكريمهم على حبهم للتطور والوصول إلى أهدافهم. من أشعة الشمس نأخذ خيط ينير الطبيعة من حولنا ويسلط الضوء على الكائنات الموجودة على كوكبنا، بعدها نرد لعالمنا الجميل ونغذي أنفسنا بطبخة لذيذة ونحن كلنا سعادة. فيا هلا ومرحبا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج معا أصدقاء. خلكم ويانا أعزائي ونبدأ مع فقرة إبداعات مع فتاة يعجز اللسان عن التعبير عنها، قهرت كل التحديات واستطاعت تثبت تميزها رغم فقدانها لنعمة البصر. كونوا بانتظارنا أصدقائي عقب الفاصل مع إبداع جديد ومن إبداعات أصدقائي. يا مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في برنامجكم معا أصدقاء. في فقرة إبداعات اليوم نزداد نور ونتشرف بلقاء بصديقة ما وقف فقدانها لنعمة البصر أمام طريق إبداعها، بل بالعكس أخذت هذه الناحية من حياتها بتحدي. تميزت بنواحي مختلفة، هي عازفة، ممثلة مسرحية، ملحنة ومنشدة. رحبوا معاي أصدقائنا بالمبدعة إسراء محمد. إسراء علي محمد من أصحاب الهمم. من هواياتي العزف على العود والعزف على الأورج والشعر والتلحين. حابين تتعرفون علي أكثر؟ تابعوني في برنامج معا أصدقاء. حياكم الله أصدقائنا من جديد، وبعد ما شفنا هذا التقرير المميز نرحب بضيفتنا إسراء محمد عبر الاتصال المرئي. حياك الله، مرحبا بك. مرحبتين، الله يحييك. الله يسلمك، ما شاء الله عليك، أنت ملحنة وعازفة على آلات موسيقية عديدة، ممثلة مسرحية كذلك شاعرة. كل هذه المواهب متى اكتشفتيها وشو كانت أول موهبة من مواهبك؟ أول
أول موهبة اكتشفناها كانت شعر من عمر 5 أو 6 سنوات ما شاء الله. بس ما كانت يعني كنت أقول أي شيء يعني، بس ما كانت أبيات موزونة ولا شيء يعني، لين بعدين بديت شوي شوي أكتب وكذي أبيات موزونة والحمد لله يعني ما شاء الله. والموهبة الباقية العزف على الأورج اكتشفني فيه أستاذ عبد الله حلبي الله يذكره بالخير، مدرس موسيقى سابق في مركزنا مركز العين ما شاء الله. كان عمري يمكن تقريبا شي 6 أو 7 سنوات كنت أروح غرفة الموسيقى وأجلس مكانه وشي أقعد أضغط الدقم وكذي يعني، الحمد لله لين ما تعلمت. جميل، فبالممارسة المستمرة أتقنتي العزف. الحمد لله يعني بديت شوي شوي أتعلم يعني. جميل ما شاء الله. زين ممكن تسمعينا مقطوعة موسيقية؟ أكيد تفضلي. تسلم الأنامل الذهبية، يعطيك العافية صديقتنا. الله يعافيك، الله يسلمك. ما شاء الله عليك. لو تكلمنا عن الشعر، هل لك أن تسمعينا بعضا من أبياتك الشعرية؟ أكيد تفضلي. داري غلاها في فوادي يسري، من حبها غنيت كل أبياتي، أحبها وحبها في دمي يجري، وهي تسكن بروحي وتسكن ذاتي، يا مصدر الهامي ومصدر فخري، رفعت حلمي وأكبر الغاياتي، يا دارنا اسمك وسامل صدري، ومرفوع فوق اسمك على الهاماتي، يا دارنا حبك بدمي يجري، دمتي لنا مرفوعة راياتي. سلمتي. صح لسانك حبيبتي، واللهم آمين، وتسلم الحناجر الذهبية. يعطيك ألف عافية حبيبتي. الله يسلمك، الله يعافيك. آمين أجمعين يا رب. عالم الألحان، كيف مشيتي إليه؟ كيف تدربتي على كل هذه الآلات الموسيقية؟ والله هو مع الوقت يعني، بالبداية كان فيه صعوبة يعني في الموضوع يعني من ناحية العزف على الأورج، لكن الحمد لله يعني، بس هو سهل يعني بالنسبة للعود هو سهل، لكن جميل. العود شوي يعني قاعدة أواجه فيه صعوبات يعني، الحمد لله يعني قاعدة أحاول أني أتعلم قد ما أقدر. ما شاء الله عليك. لمني بالنسبة للتمثيل، كيف بدت مسيرتك في هذا العالم، ومنو اكتشف موهبتك في هذا المجال؟ في التمثيل طال عمرك يمكن عام 2014 ولا 2013 كان عندنا مسرحية في يوم الكفيف العالمي. جميل. كانت أول مرة يعني أمثل في هذاك اليوم. فشي جلسنا نتدرب ونسي بروفا، بس ما كان يعني ما كان التمثيل نفسه الحين يعني، بس الحمد لله يعني اللي اكتشفوني الأستاذ مصطفى الكعبي وجهنا تحية. هو ممثل، أكيد هو ممثل، وهو من فرقة شياب دوت كوم، ما أدري إذا سمعتوا عنهم ولا لا. بالفعل هم اللي اكتشفوا موهبتي يعني، هو وأستاذة عندنا في المركز، بس ما كان التمثيل نفس الحين يعني. يعني في 2017 الحمد لله يعني طورت شوية وكان التمثيل وايد أوكي وكلهم استانسوا علي يعني الحمد لله. ما شاء الله، جميل جدا، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا رب. بعض الأشخاص ممن لديهم أي مشكلة صحية يضعونها حجة لعدم الإبداع والتميز، فماذا تقولين لهم؟ بالنسبة لهذه الأشخاص يمكن يعني يحبون يشوفون الناس يعني يراون الناس إن نحن ما نقدر ونحن ما نقدر،
بس إذا هم يعني سو يعني حاولوا جربوا تطلع عندهم وايد يعني إبداعات ومهارات. بس هم يبون يعني الناس يعني ما أدري يبون الناس تشفق عليهم ما أدري. ونحن في دولة الإمارات يعني الحمد لله يعني عندنا وايد أشياء متوفرة وعندنا أولويات في كل شيء الحمد لله يعني. فالدولة بتفتخر فينا إذا نحن أظهرنا إبداعاتنا وشيوخنا بعد الله يحفظهم. آمين يا رب. أنا قبل مرات يقولوا لي سران باتش تسوي لنا شيء يعني شيء من الأشياء، أقول لهم لا أنا ما أشوف أنا ما أقدر ولا أدري شيء، ويوم أسوي هالشيء يعني يطلع وايد يعني وايد أوكي يعني مثل ما هم يقولون. تقول لي أنت تقدرين بس أنت ما تبين ما أدري شو، لا تقولين أنا ما أقدر وأنت بعدك ما جربتي شيء. بالفعل. فلازم يجربون. بالفعل التجربة خير برهان. رائع. لذلك أنت تبدعين في أكثر من مجال يعني هذا هو السر اللي هي حب التجربة وكذلك الشغف، فأنت تملكين شغف عالي جدا. أتمنى لك كل التوفيق والنجاح. الحمد لله. الحمد لله. صديقتنا شو هي طموحاتك المستقبلية؟ طموحاتي المستقبلية أتمنى أني أكون أقدم دور كبير في المجتمع وأن كل الناس يفتخرون فيني اللي حولي وبلواتي وكذي، وأتمنى أني أكون جزء فعال من المجتمع وشخص الناس كلهم يفتخرون فيه. أنت فعلا إنسانة متميزة وملهمة طموحة، روحك الجميلة أضفتي على برنامج معا أصدقاء يعني أجواء وطاقة إيجابية رائعة، وأنت نموذج رائع وملهم. شكرا لك لتواجدك. شرف لي معنا. الشرف لنا حبيبتي. والحين بكل نشاط وحيوية أصدقائي ننتقل إلى فقرتنا التالية إلى عالم الطبيعة، نتعرف على شيء جديد ويتواجد على كرتنا الأرضية. خلونا نتابع. يعد امتداداً لحيوانات العالم القديم حكت حوله الكثير من الأساطير. رحلتنا اليوم يا أصدقاء إلى موطن آخر التنانين النادرة المعرضة للانقراض وهو الكومودو، أشرس الكائنات على وجه الأرض. فإن كنتم من أصحاب القلوب القوية هلموا معنا لنسافر في مغامرة شيقة تخطف الأنفاس. ينتمي التنين الكومودو إلى عائلة الورل وهو أكبر سحلية حية في العالم ويعيش في بعض الجزر الأندونيسية. يبلغ طوله حوالي 3 أمتار ووزنه 70 كيلوغراماً وقد يصل إلى 166 كيلوغرام. وخلافاً لمعظم الزواحف فإن حدقة عينه مستديرة وأذنيه عبارة عن شقين صغيرين على جانبي رأسه، أما مخالبه فهي كبيرة وحادة. ويتميز الكومودو بجلد حرشفي صلب وذيل قوي وأرجل ضخمة تتسم بالانحناء، كما أن عضلاته القوية للغاية تمنحه قدرة عجيبة على مطاردة فرائسه لمسافات طويلة دون أن يشعر بالتعب. كما أن لهذه السحلية التي تشبه الديناصورات غدداً سامة بين أسنانها ولساناً طويلاً أصفر اللون متفرعاً تستخدمه في الكشف عن الطعم والرائحة. والكومودو حيوان نهم لا يتوقف عن الأكل، ومن الممكن أن يلتهم فريسة تكبره حجماً كجاموس المياه، وقد يأكل بعضه بعضاً إن لم يجد فريسة أخرى. أما طريقته في التهام الفرائس فهي مختلفة، فالكومودو يحيط بفريسته ويحقنها بالسم إلى أن تموت ثم يمزقها ويلتهمها. يتكاثر الكومودو بالبيض وتضع الأنثى حوالي 30 بيضة مرة واحدة في السنة، وعند الفقس يخرج الصغير الذي يزن بالكاد 3.5 أوقية وحوالي 16 بوصة في الطول. وتقضي الصغار أول 4 سنوات على الأشجار حتى لا تتعرض للافتراس من قبل أبناء فصيلتها الأكبر سناً. إلى هنا يا أصدقاء تكون رحلتنا قد انتهت في عالم الكومودو الخطير. نودعكم على أمل اللقاء بكم في رحلة جديدة مع كائن آخر فريد ومختلف.
لقائنا في فقرة اصنعها بنفسك ينطق بلسان الكروشيه. ويا ترى شو أقصد بكلامي هذا؟ تعالوا نتعرف على ضيفتنا المبدعة في صناعة الكروشيه الأستاذة صندس صيداوي. حياك الله في معا أصدقاء، وشو بتقدمين لنا اليوم؟ أهلا فيك، يعطيك العافية. يعافيك يا رب. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الماسك هولدر، اللي هي مشان نريح الأذان شوي من الكمامة كونه هلأ فهي أداة تستخدم لحتى نثبت عليها مثل ما تشوفون، فبنصنع هذه اليوم فمشان ما تضل علقانة على الأذان هنثبتها فيها تخفف الضغط شوي على. جميل، شو الأدوات اللي بنحتاجها؟ هلا أول شيء السنارة. جميل، بتناسب نوع الخيط. الخيطان في عنا أنواع يعني كثيرة، بس نحن بنختار غالبا القطن وخيطان لحتى نثبت الأزرار ونزينها. جميل، هلا للصغار ممكن نزينها، للكبار ممكن بدون زينة. جميل، الكبار ممكن يختاروها أسود أو لون سادة مثلا يناسب على كثير أشياء حسب الرغبة. للأطفال ممكن نحط لها الأسماء مثل هي. جميل، وألاحظ أمامي بعد مجموعة من ألوان مختلفة، لو نراويها للأصدقاء. تمام، مثل ما تشوفون أصدقائي هذه نماذج مختلفة بألوان حسب الرغبة، أنتوا تختارون الخيوط وتصممون بالشكل اللي أنتوا تبونه. جميل، الخطوة اللي بعدها. تماما، هلا بعد ما نشتغلها بهذا الشكل ممكن نزينها. عندي هون البيضة أنا مجهزت لها الزينة للأطفال لحتى يضلوا حاطين الماسك وما يغلبوا الأهل. جميل، باستخدام مقص صغير. طبعا دائما نحن نحب نذكر أصدقائنا بكل حلقة عند التعامل مع أي أداة حادة يفضل يكون بإشراف أي شخص كبير عشان ما تؤذون أصابع. طبعا. جميل، هلأ هنعمل الوردة الثالثة بالأول. نأخذ سنارة طبعا مناسبة لنوع الخيط لأن كل خيط فيه له سنارة بحجم معين. جميل، إذا أصدقائنا حابين يقتنون هالأدوات من وين ممكن يحصلون عليها؟ محلات الكلف والخياطة موجودة ما شاء الله بكل الدولة، يعني بكل جميل. الإمارات الحمد لله متواجدة وما أنها صعبة يعني إنه الواحد يحصل عليها. جميل، وفي أنواع كثيرة للسنانير كمان. ممكن تكون بلاستيك، ممكن تكون خشب، على حسب الأنواع اللي بيفضلوها الأطفال وقياسات مختلفة طبعا. هلأ مثل هاد سنارته مثلا ممكن نستعملها اثنين، هاي ممكن نستعمل قياس مختلف، هاي مختلف فعلى حسب حجم الخيط بنستخدم السنارة. سنارة تمام. كم لفة؟ بنبلش أول شيء بعدات البداية اللي هي لفة اثنين. حلو، بنرجع الخيط ورا، ناخذ الخيط من جوا. جميل، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث غرز سلسلة. تعتبر من الفنون اللي تحتاج فعلا طولة بال وهدوء وتركيز، يعني تساعد أيضا على الاسترخاء. يعني أنا شخصيا جربت هذا النوع من الفن وفعلا كانت يعني ممتعة وتهدي الأعصاب. هي الاستخدام الكلي تقريبا. الكروشيه كثير معتمد على غرزه العمود، يعني عندنا بهي القطبه كلياتها هون غرز عمود، السلسله هون موجوده، فبكل قطعه لازم نستخدم غرزه السلسله والعمود. هون الاساسيات تماما، هذه نوضحها للاصدقاء. هي مثلا سلسله وبعدها حشو. الحشو هي اي غرزه صغيره، يعني لما بنحكي عن قطعه مشغوله هي الاساسيه. تماما، لما بنحكي عن قطعه مشغوله بحجم كتير صغير، يعني ممكن الاميجرامي اللي هو تبع هي من اسمها سلسله. لا الحشو هي للالعاب الصغيره اللي بتكون غرزاتها كتير متلاصقه، هي بتكون غرزه الحشو غالبا. جميل، وغرزه العمود هون عمود هي كلها معتمده على غرزه العمود والسلسله، سلسله وعمود بس. الخطوه اللي بعدها. تمام، هلا هنكمل السناره. بالبداية منقصر الخيوط اللي بتبقى زايدة اللي ما نحتاجها. تماما، هلا عندنا خطوتين لإخفاء الخيوط. ممكن نخفيها في بعض المصممات الكروشيه بيخفوها بالسنارة وبعدين بيلزقوها، وفي البعض لا. هلا كونها قطعة صغيرة وما رح تلمس الجسم فممكن إنه نخفيها باللاصق. هاي الزر ثابت، طبعا الثاني بيتثبت بنفس الطريقه. هلا بنجي للورود، كمان ممكن نثبتها بالزرار وممكن نثبتها بالتلزيق، بس اللاصق احسن.
بنثبت الثانية والثالثة وبنكمل الزر بتكون جاهزة. جميل. نشوف نموذج آخر بالنسبة للورود. ألاحظ أمامي هناك بعد مثل غطاء للرأس بلون وردي. شوف أصدقائي. أي توزيعات. نموذج آخر لفن الكروشيه. لمسة لطيفة خفيفة جميلة جدا لتوزيعات الهدايا. ممكن نحشيها بأي شيء مثلا حلويات. ممكن قطعة الشوكولات مثلا ممكن تنحط فيها. طريفة. بنود. يعطيك العافية. تسلم الأيادي على هالإبداعات الرائعة. استمتعت كثيرا بلقائك. وأتوقع أيضا الأصدقاء استمتعوا معنا بهذه الفقرة. نشكرك كل الشكر ويعطيك ألف عافية. تسلمي. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك حبيبتي. نشكر مصممة الأشغال اليدوية الأستاذة سندس صيداوي على هذا العمل الرائع. ويا رب أصدقائي تكونون استمتعتوا بفقرة اصنعها بنفسك. أصدقائي أنا الصراحة يعت أبي أنتقل للشيف باديو بسرعة وأشوف شو مجهزة لنا اليوم. خلونا ننتقل إلى فقرة طبخة لذيذة عقب الفاصل. لا تتحركون. يا هلا يا هلا بالشيف بادي خير الدين اللي دايما تبدع بأطباقها اللذيذة في برنامج معنا أصدقاء. حياك الله ومرحبا بك. أهلا وسهلا أخت سمار. أهلا وسهلا فيكي. واسمحي لي رحب بمتابعينا الغاليين اللي على طول بيسعدونا بمتابعتهم لهي البرنامج الحلو بفقراته المتنوعة وخاصة فقرة وجبة لذيذة. جميل. خبرينا شو بتقدمي لنا اليوم؟ راح اسوي لهم هوت شوكليت او شوكولاته الساخنه اللي الكل بيحبها. جميل. يعني ما بيختلف اثنين انه بحب الشوكليت او لا. الكل بحب الشوكليت. وطبعا تختلف الشوكليت, في منها الداكنه في منها على حليب. هاي اذواق شخصيه. جميل. فاليوم فقرتنا انه راح اسوي لهم اياها من دون سكر من دون نشا وراح تطلع كثير كثير طيبه. راح نستعمل بهي الطريقه 1 كوب من الحليب. جميل. 1 كوب من الكريمة. عندي ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. 1 ملعقة كبيرة من الكاكاو. في عندي حبيبات الكاكاو طبعا بتحبوا تختاروها لونها الأبيض على الحليب أو على هاي الشوكولاتة الداكنة اختيارية لكم. في حبيت كمان إضافة عيدان القرفة اللي راح تعطيني نكهة وطعم مع حبيبات الشوكولاتة رائعة رائعة جدا. وحبيبات المارشميلو اللي هي اختيارية طبعا, اللي ما بيحب أو مش متوفرة ما في أي مشكلة بلاها. وكمان بتحبوا إضافة برش الشوكولاتة على الوجه الكاسي كمان ما في أي مشكلة. الإضافة كثير كثير حلو اللي راح تعطيني فرق جدا جوهري اللي هو إضافة الملح الصخري. مثل ما شايفين ملح الصخري. أنا بنصحكم أعزائي بكل طبخاتكم بكل أكلاتكم تستعملوا هاي الملح الصخري الطبيعي اللي هو راح يعطيني تعديل بنكهة الحلاوي جدا جدا رائعة. شو رأيك راح نبدأ؟ يلا بسم الله. أول خطوة راح أضيف 1 كوب الحليب. جميل. بعد الحليب راح نضيف 1 كوب الكريمة. طبعا الكريمة هون عندي أنا كريمة الخفق أو كريمة الحلويات. راح أضيف القهوة سريعة الذوبان مع التحريك المستمر. وراح أضيف الكاكاو. نستمر في التحريك أصدقائي وما ننسى نضيف 2 عود من القرفة. قهوة سريعة الذوبان ما تعود متكتلة, لازم حركها. هو يعني الكمية بسيطة تكفي تقريبا لثلاث أو 4 أكواب بس صغيرة. يعني إذا عنا نحن ما شاء الله أفراد عائلة كبير لازم نعمل نضرب ب2 أو 3 هاي الكمية. صحيح. طبعا أنا الحليب أو المزيج هاي تقريبا سخن عندي. راح أضيف 1/2 كوب من حبيبات الكاكاو. جرعات سعادة إضافية. جرعات سعادة بهاي الجو الحلو لازم ندفي حالنا ونحن مبسوطين. فهيك نعطي دفى ونعطي سعادة كمان لنفسنا. شوفي حتى اللون دغري تغير. ريحة أحلى والريحة رائعة رائعة جدا. ما بدي أنسى أني أضيف رشة بسيطة جدا من الفرق اللي راح يعمل لي اياه, إضافة الملح الصخري. نستمر في التحريك. الخطوة اللي بعدها
شوفي خلاص صارت تغلي عندي، انا راح اطفي النار وهيك الشوكولاته بدايه مرحله الغليان على وشك تبدا. جاهزي؟ خلاص طبعا نستعير هاي، نكون شوي شوي حذرين. ما شاء الله رائعه جدا وتفتح النفس. صحيح، وانا متاكده انه خلاص راح يعتمدوها. التطبيق جدا سهل وكذلك المقادير متاحه عندكم في البيت. يا سلام يا سلام. كل شيء بتاخذ شويه وقت بس النتيجه تستاهل بصراحه. تستاهل ونص. تستاهل كوب من السعاده. كل اصدقاء ايضا يضيفون الكريمه. أكيد اللي هي كريمة الخفق للتزيين. صحيح، مع شوي من الكاكاو يضيفوها على الوجه. لمسات يسمونها لمسات حب. صحيح، طبقة خفيفة على الكريمة. ويا سلام الأشياء اللي تجلب السعادة مع لمة العائلة وهالأجواء الجميلة. هيك بتكون أكواب الشوكولاتة الساخنة صارت جاهزة معانا. فينا مثل ما حكينا نزين بالكريمة هوني، بس أنا اكتفيت خليت شيء لأصدقائنا أنه هم يضيفوه طبعاً بلمساتهم، وهيك بيكون أصدقائنا مبدعين. سوينا أكواب الشوكولاتة الساخنة بمكونات جداً بسيطة وحلوة بطريقة كثير سهلة وما أخذت معنا وقت. وعلينا وعليكم بالعافية يا رب. تسلم الأيادي على هذه الأعمال الرائعة، دائماً تبدعين شيف بادية، وأنا متشوقة لتجربة كوب الكاكاو الساخن. أصدقائي شو رأيكم أنتم بعد تطبقون وتبعثوا لنا مشاركاتكم؟ شو رأيكم؟ نشوف إبداعاتكم، وأكيد أنتم ممكن تسوون أحلى وأحلى، وعليكم بألف عافية. شكرا شيف، يعطيك العافية. الله يعافيك. أصدقائي نشكر الشيف بادية خير الدين على هذه الأطباق والوجبات اللذيذة واللي دائما تدع فيها. والحين بننتقل مع فقرة رنات، لكن بعد الفاصل خليكم ويانا. عن أصدقاء أحبابنا، في نهاية كل حلقة من حلقات برنامجنا مع الأصدقاء نقدم لكم ملخص سريع لفقرات حلقتنا ورنات. فقرة إبداعات كانت معنا عبر الاتصال المرئي المبدعة إسراء محمد، تعرفنا عليها وعلى التحديات اللي واجهتها. في عالم الطبيعة خذناكم في رحلة تعليمية ممتعة وتعرفنا على كائن حي جديد. الفقرة الفنية الإبداعية اصنعها بنفسك، سافر خيالنا إلى عالم الإبداع مع الأستاذة سند الصيداوي. واختتمنا حلقتنا بفقرة وجبة لذيذة مع الشيف بادية خير الدين. في ختام لقائنا اليوم أقول لكم أنا وايد استمتعت بتصوير حلقتنا، ويا رب تكون فقراتنا نالت على إعجابكم أصدقائي. لا تنسون شاركونا إبداعاتكم من خلال إرسال مشاركاتكم على البريد الإلكتروني للبرنامج معن@sba.net.ae، سواء في فقرة إبداعات أو اصنعها بنفسك، ممكن الطبخ بعد، ونحن بإذن الله بنتصل فيكم وبنعرض مشاركاتكم، ودائما بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على البريد الإلكتروني. ولا تنسون أصدقائي واسم البرنامج معن أصدقاء، ونفيد ونستفيد. نشوفكم في الحلقة القادمة على خير. في أمان الله، مع السلامة. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.